اهلا بكم يا اصدقائي، اتمنى ربي دايما تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن التوقعات الفلكيه لشهر سبتمبر، شهر 9 ايلول 2019، لواحد من الابراج اللي دمها زي الشربات واللي لمضين قوي، يعني لبقين قوي، واللي الانثى بتاعته بيطلق عليها ملكه الظل الخفيف، وهو برج الجوزاء الهوائي. يلا بينا هنتكلم الأول عن التوقعات الاجتماعية، وبعدين التوقعات المهنية، وبعدين المادية، وبعدين العاطفية، وبعدين نشوف بقى أهم الطاقات اللي بتحيط بمواليد برج الجوزاء في الفترة دي وتأثيرها عليه وإزاي أتعامل معاه. لكن في البداية خليني أقولك، لو كنت لسه جديد يا ريت تعرفنا بنفسك علشان نرحب بيك، ولو كنت لسه ما اشتركتش في القناة يا ريت تشترك وتضغط على زر الجرس اللي هيظهر لك علشان نفضل متواصلين مع بعض. كمان انا سايب الانستجرام بتاعي في الوصف بتاع الفيديو لاي حد حابب انه يتواصل معايا. يلا بينا نبتدي. رجاء في البداية خليني اطلب من كل اللي بيشوفوني يدعموا الفيديو ويدعموا القناة وصاحب القناة بلايك تشجيعي. يلا بينا دوسوا، مش هيخسركم حاجة، رجاء عشان نوصلوا لأكبر قدر من الناس اجتماعيا يا برج الجوزاء، سواء راجل سواء ست. برج الجوزاء باختصار ومن غير ما نتكلم كتير هو فاكهة أو الفاكهة اللي بتبقى متواجدة في حياة أي حد. برج الجوزاء لو انتوا مجموعة أو جروب مع بعض هتلاقي أخف دم، يعني أخف ظل فيكم، سواء راجل سواء ست. هتلاقيه هو صاحبك القريب قوي، اللي يسمع لك قوي واللي يحكي لك قوي. صعب ان انت تمل من برج الجوزاء، ممكن تزهق، اه ممكن تزهق، ممكن تتعصب، ممكن تتعصب، بس تمل من برج الجوزاء دي مش موجودة. يعني في النهاية عايزين نقول لك يا برج الجوزاء ان انت الحياة الاجتماعية في الفترة دي جميلة جدا جدا عندك. الحسد بيخف، يكاد يكون مهواش موجود، الناس بتحبك قوي، بيبقى في ألفة كده، بيبقى في مشاعر دافئة في الناحية الاجتماعية. كمان انت بتبدأ ان انت تحاول تحل مشاكل بعض المقربين او المحيطين ليك او الاصدقاء اللي انت يعني قريب منهم او بتتعامل معاهم. يعني خلاص الناحية الاجتماعية من أروع وأفضل النواحي بالنسبة لك في الفترة دي. ندخل بقى على الناحية المهنية، هنتكلم الناس اللي عندها الشغل أصلا أيا كان. أنتوا عندكم تغيرات الفترة دي، عندكم تغيرات الفترة دي، في منها سلبي ومعظمها إيجابي. ابدأ أنت بقى استغل الإيجابي منها. قلنا قبل كده وبنقول التوقعات عبارة عن جزئين، إما نصائح بنقول لك عليها واستغلال للفرص، وإما تحذير من شيء معين بنحذرك منه، وفي كلا الحالتين أنت اللي بتكون مستفيد. أما بالنسبة لحبايبنا اللي ما عندهمش شغل وبيدوروا، من أروع وأنسب الأوقات إن أنت تلاقي فيها عمل ومناسب وعلى مستوى طموحاتك، ابدأ اعمل اللي عليك. أيضا حبايبنا اللي في دراسة في الوقت ده فرصهم وحظوظهم ودعمهم في السماء، السماء بمعنى كلمة في السماء. ندخل بقى على الناحية المادية، أي حد برج جوزاء سواء راجل سواء ست عنده دعم كبير وتحسن كبير وانتعاش كبير في الدخل. بس نصيحة بقى يا برج الجوزاء، خف من المصاريف، خف من المصاريف، خف من البعزاء شوية. انت عندك تحسن وعندك دعم ملحوظ، ملحوظ قوي، بس انت ابدأ اعمل المعادلة بقى، ما تعليش في الانفاق قوي ووازن الامور. اما حبايبنا بقى اللي هما بيسألوا على السفر واللي بيسعوا في سفر وبيعملوا اللي عليهم، ولسه طبعا بقول دايما هيعملوا اللي عليهم، عندكم مشروع سفر جيد جدا جدا جدا. اوعى تسمع لأي حد يحاول انه يعطلك عن فكرة سفر في الفترة دي، هتجيلك بس مش هنقول اكتر من كده. ايضا اللي عنده فكرة جديدة حابب ان هو ينفذ فكرة جديدة، حد بيعرض عليه فكرة مشروع جديد له علاقة بالمادة، ابدأ ولا تتردد، فرصة مناسبة جدا جدا، مليون جدا. مش هنقول اكتر من كده في الناحية المادية، بينا بقى ندخل على الناحية العاطفية. عاطفيا بقى يا برج الجوزاء سواء راجل سواء ست، الناس المتزوجين يعني هتستخدم ذكائك ولا سيما ذكائك الاجتماعي في حل كتير جدا من الصعوبات اللي هتواجهكم، وهتنجح في كده. يعني نستنتج في الاخر ايه، عندكم بعض الصعوبات ولكن انت برج ذكي جدا اجتماعيا، وهتنجح في ان انت تتغلب
عليها. ندخل بقى على الناس المرتبطين، هقول لك نصيحة واحدة يا برج الجوزاء، سواء راجل سواء ست في الفترة دي، رجاء ركز في حاجة واحدة، ركز في حد واحد، برضو مش هنقول اكتر من كده. اما بالنسبة بقى لحبايبنا اللي هم سنجل وبيدوروا ومؤهلين عاطفيا وحابين ان هم يرتبطوا في الفترة دي، فانتوا عندكم اهتمام من برج يا اما ترابي يا اما مائي، يا اما ترابي يا اما مائي. الانسب ليك لو انت بتصادفه في الفترة دي هو البرج المائي، انسب من الترابي، انسب من الترابي، ادوله الفرصة وبعدين ابقى احكم عليه. تاني يا جماعة، عايزين نوضح بس النقطة دي عشان ساعات بيختلط علينا الأمور في الموضوع ده أو في النقطة ده. ده مش معناه إن أي برج ما هوش مائي في الفترة دي في حياة أي برج جوزاء هيكون وحش، ولكن إحنا بنقصد اللي لسه بيقرب منك جديد، اللي لسه جاي إن هو يتعرف عليك جديد. طيب أنت على سبيل المثال لو في حياتك برج ايا كان، مثلا هوائي ترابي وانت مقتنع بيه وفي بينكم وبين بعض قصة حب والدنيا ماشية، وجاي لك برج مائي، هل ده معناه ان المائي اللي جاي لك ده انسب من التراب اللي معاك؟ لا، ما بنقصدش كده، ولكن احنا بنقصد ايه؟ لو انت مؤهل عاطفيا ومفيش حد بقى في حياتك وفي حد لسه جاي جديد بيقتحم حياتك بيقرب منك، فالمائي هيكون انسب الابراج اللي انت او اللي هتقابلك بشكل يعني معين او محدد في الفترة دي. اما بقى يعني بالنسبة لحبايبنا المنفصلين بقى ايا كانت الاسباب وبيسألوا على رجوع، عايز اقول لكم حاجة واحدة برضو، من انسب الفترات للرجوع ولاخذ خطوات ايجابية. اعتقد كده الرسالة وضحت. حبايبي اتمنى منكم ان انتم تشاركوني بارائكم، تشاركوني بتعليقاتكم، كل فيديو كل حلقة بنزلها بعرف ناس كتير منكم وحابب ان انا اعرف اكتر واكتر واكتر. ياريت تعرفوني بنفسكم عشان نفضل دايما متواصلين مع بعض. اتوحشوا.